الخير. يعني دمنهات واحد المنطقه اللي هي كل فيها الخير موجود، والمسقط الراس ديال الوالده ديالي وجدودنا. وبطبيعه الحال منين تكرمت هذا الشرف ليا، لانه الاصل ديال الوالده، باش كنشرف نشرف الامازيغيين كلهم، لانه كيتكرم الميدان ديال الطبخ، ماشي يعني طباخ كيتكرم، يعني كذاك التكريم كنهدي كاع للطباخين. علاش؟ لانه قليل فاش كتفكر في طباخ، تتفكر في كل شيء، ولكن طباخ قليل باش تفكر فيه. وهذا بالسنه السنه الجديده ديال الامازيغيه، دابا حنا 1974، تبارك الله تكرمت هنايا في دمنهات، وهذا شرف لي كبير وفرحان بزاف. انا ما غبرتش في التلفازه، كاين واحد البرنامج داير، انا كندير كل عام كندير 30 حلقه في رمضان في ميديا. دونك التلفازه ديما حاضر فيها، وميديا قريب رمضان قريب ان شاء الله غادي تشوفيني في وقريبا ان شاء الله. وما نساش بانه عندي برامج في انستغرام، الا شفتيهم راه داك الشيء زوين، يعني كل حاجه منها شويه، التلفازه شويه ولي ريزو سوسيو شويه، والخدمه حتى هي الكوزينه، خصني نعمر الكوزينه حتى هي، خصني نكون ندخل في داخل الكوزينه ديالي. كنوجد برنامج اللي غادي يكون مانيفيك، ما غاديش نقول لك كيف اشنا هو، ولكن غير صبروا تقريبا واحد الشهر قبل رمضان غادي تعرفوا بالضبط اشنا هو البرنامج، ولكن تبعوه. اه هي لا ديما في الطبخ، ماشي يعني واحد المهم، كاين هذا البرنامج فيه الطبخ، وفيه واحد القصه، وهذه غادي تكون سيربريز او مفاجاه ديما في ميدان. انا ما عمرك تلقاني داير شي حاجه اخرى من غير ميدان الطبخ. انا ما موتيرش، انا طباخ كندير حرفتي اللي تنعرف ليها، اما شي حاجه اخرى راه ما نديرهاش. طباخ انا، هذا كويزيني، اعطيني البلوزه الفيستا ونطيب. ماشي انا كنقرر البرنامج يدوز او هذا، دونك شركه الانتاج والاذاعه، اما انا غير كنوصل الميساج. انا فخور اللي دوز الميساج اللي دوز في مصر شاف، انا هو الناس تعلموا الرجال يدخلوا الكوزينه، الدري الصغر نحبب الدري الصغر في الكوزينه، وهذا هو الهدف. نتمنى يكون برنامج ماستر شاف او بحاله في التلفازه ان شاء الله. الرشح حنا كنديروا داك الشيء اللي خصنا نديروا، ولكن شركه انتاج واذاعه ما انا ما نقدرش نعرف داك الشيء ديال طبيعه الحال. تقدر تشوف البرنامج ديال ماستر شاف تدار بالفرنسي وتدار بالعربي، علاش ما يدارش بالشلحه؟ علاش؟ ما كاين سر في هذا، ملي كتعرف المنطقه، لان كل منطقه معروفه بشي حاجه ديالها. دونك دمنهات اوتوماتيكمون، انا كنمشي كنقول لي دمنهات، كنقول لهم العسل. دمنهات كاين دوك التبصيره الدمنهاتيه، يعني كل منطقه كتنسب لها شي حاجه. المهم بطبيعه الحال كاين بحال قلتي التليوين، راه كتقول التليوين كتقول الزعفران. المنطقة معروفة بحاجة، المغرب تبارك الله عندنا غني وبزاف الحوايج كاين في بزاف المنطقات، ولكن كل منطقة عندها كتكون مخصصة في شي حاجة. غير كو السمية فنانة مشيكة، لأنه فنانة سي أرتيستون فيمينا، يعني سي كيلكو شوز دو فالوريزون. دونك فنانة تبقى ديما فنانة، وزوينة الفنانة تكون زوينة، وهذا هو الرساله اللي تنقول، وتبقى وتكون والفنانات تكتب ولا تهضر على شي حوايج الحويجات الزوينين وجاو الفنانه. اذا درت شي عمل تتقن بحال الطياب، الى طيب بالقلب وتقن الطياب ديالك غادي يجيك صافي. هذا هو الرساله.